واحد عاقل. اليوم نهار الاربعاء 7 جويليا 2021، 7/7 يعني 2021، الحلقه الثالثه اللي فيها برشا اخبار، برشا نصائح، برشا ضحك، برشا خفه هكي وذمار مع اخونا دوبليكشي. البارح قال بريك داندوني، حبيت نذكرها الحكايه باش العباد ما تنساش البريك داندوني. نقعد معاكم حتى ال11 ان شاء الله، معايا العروسي وعرعود. تشوفونا على الباج فيسبوك اي اف ام راديو اي اف ام، ولا على اي اف ام تي في على يوتيوب راديو اي اف ام. اليوم في ساعتنا الثانية نحكيو على لي جون التوانسة اللي قروا أنهم ما يقعدوش مكتفين إيديهم ويستنيوا في التلقيح، وأنهم يجيبوا التلقيح وحدهم، ما عادش يحبوا يزيدوا يسمعوا الأرقام هذه المرتفعة، والمرتفعة جدا 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 قريب 8000 انحالة في 24 ساعة. شنية الفكرة متاحهم كيفاش باش يجيبوا التلقيح؟ تحكي لنا بعد مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة سارة هذلي في اسمعنا. ضيفتنا اليوم في آخر الحلقة باش تكون الممثلة الإيطالية التونسية ياسمين بوعبيد، بطلة ولاد الغول ولا حرقة. مستمعة قررت أنها تودنا اليوم بروسيت تعمل 66 كيف. المستمعة هي صافي بن خليفة اللي بعثت لنا اقتراحاتها على النمر الواتساب 58 550 600 88، وانتوما زيادة اللي تسمعوا فينا تنجموا تبعثوا لي روسيت متاعكم على نفس النمر 58 550 600 88 على الواتساب ولا على الانستغرام تاع راديو اي اف ام. تلتحق بنا لوفا بعد شوية تحكي لنا على الناموس، الناموس اللي معذبنا، الناموس هذي وهي جعلينا في كل بلاصة. لوفا باش تعطينا ديزاستيوس في استيوس من بعد شوية، كيفاش الناموس يبعد علينا جملة، ومن بعد حتى كان قرصتك ناموسة باش تعطيك زادة ديزاستيوس. وكيما العادة نقترح عليكم، ولا يقترح عليكم حتى بحمدي في بون بلون مزيان برشا في تبحبيحة، من بعد شوية كالعادة يعطينا بلاصة ويهزنا يبعدنا شوية من الستوديو لهنا ومن الخدمة، ويبعد زادة العبيد من الستريس اللي يعيشوا فيه جرة الجائحة هذه. إن شاء الله يا ربي توفى على قريبة. ما قبل كل شيء لازم نسلم على خواتي اللي منوريني كالعادة وقاعدين بحذية لهنا، اللي عبارة محطوط في بريز صدقوني، معناتها تبارك الله على الانرجي خويا. مازلت البركه 50 سنه ومازال يشرح حكايه، مازلت البركه اخويا دوبلكشي. صباح صباح النور. صباح النور ان شاء الله يا ربي لعمرهم 50 سنه الكل كيفي. اي باي ان شاء الله. انا عجبني الانترو نتاع لي ميسيون بصراحه. شابو 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 اللي عمل بكري، معناتها فما كل الموسيقى هذيك نتاع الفايبس، احنا نقولوا جود فايبس على الصباح، تسمع موسيقى بنينه نتاع صيف، دونك حاجه باهيه تبدا تفبري، ما تنجمش تعمل حاجه اخرى. تحيه للمخرج العظيم اللي معانا خليلو، خليلو تصفيق عليه، خليلو من اعظم المخرجين في راديو اي اف ام. معانا عرعود ولد اختي، وصاتني عليه البارح بوغنجه، كلمتني قعدت معاها فما 15 دقيقه تليفون توصيني على علي، قالت لي ماكل شارب فهمت بيبرونج وبيه، قلت له راه اموره واضحه. علي عرعود بونجور. بونجور يوسف، بونجور الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على راديو اي اف ام ويتفرجوا فينا زيدا على اي اف ام تي في. مش بريك دانوني كهو، دندوني كهو. البارح البارح صار حنفي نحييوها، بعثت لي قالت لي بربي ركز مع يوسف، قال 5 مرات في 30 سيكوندا كلمة كونسيبت، كونسيبت 5 مرات في 30 سيكوندا في ميديا ماجا. كشفت حتى المواطنين وليت عندهم عروضيات في كثرت منها كونسيبت. شفت رد بالك الكونسيبت نتاعنا انه نقولوا برشا مرات كونسيبت. مرحبا بكم لولي جوزيف. اي جوزيف اي على الفاز قول لي انت ايش عندك اليوم وهو لي. عندي ميديا ماجا. شنو الاخبار اللي داول عليها اي اف ام الكل ومازالت موجوده توا؟ باش نحكيو على تصريحات جديده، باش نحكيو لاعلاميين ووجوه معروفه، ما نحبش نحرقهم الكل، نخليكم بعد تكتشفوا شنو هي التصريحات، تكتشفوا بعد. وباش نحكيكم على مسلسل والا خلينا نقول سيت كوم تفرجتوا فيه السنه، اسكو باش يكون موجود العام الجاي ولا لا؟ تطابقوا بعض. باهي برشا. وانت يا دلي؟ انا خويا حضرت لكم كالعاده عندي روبريك انكونتورنابل، هي حرك بدنك بدات من عام ناول قاعد تو، دونك مع فرح بن عماره وتواصلت بالاجيال. اسمع حرك بدنك ما نعرفش ليه كان اسمه. كان عنده روبريك ما يعرفش كان عنده روبريك كويس كويس وقتها ايامات يدخل ويخرج. علاش باش نحكيو اليوم؟ دونك اليوم باش نحكيو على كيفاش نجمو نقصوا
كيلو في النهار وشنيا الفرق معناتها مش شنيا الفرق كيفاش النوم يعاوننا باش نقصوا الكيلو هذا في النهار بله والله يعني بيان تنقص بيان كيلو بالنوم بيان 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 هذا أكثر تتبعوه معنا حتى للحديش متاع الصباح معنا المعدة متاعنا ما يمسهل اللي تعمل في ريجيم مسهل 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 ولا مسهل من جارنا ورسل بالنور ربي سهل ربي سهل مسهلت لنا الخدمة أهم حاجة اللي مسهلت لنا الخدمة هذا وأكثر تونس ساعتين من زمان ذوما اللي تبعوا فيهم ولد المدامة ما قبل ما نبداو الحلقة متاعنا باش نبداو سونداج السؤال متاع اليوم يقول أنت مع أو ضد الدعوات لإلغاء عيد الأضحى فما دعوات يقولوا لإلغاء سنة عيد الأضحى حكينا فيه ظهر اللي قبل كي كنا في المدام وجهة قاعد يدور الاخبار هذيا قبل ما ناخذ رايكم خاطر هكي عينيكم تغزر بتاع انت تخاف الحمش عشني القرار هذيا اختنا جيبوعة من سوسه خرجت للشارع وسالت العبيد غاديكا في ميكرو جيبوع هيا صبحكم بالخير يا جماعه وان شاء الله تكونوا بخير كيما تعرفوا العيد الكبير على الابواب وفما اخبار تقول انه فما امكانيه الغاء عيد الاضحى للعام هذا دونك اختكم خلود هبطت للشارع التونسي وحقيقه حايره والشوق بين عيوني نحب نعرف التونسي مع او ضد الغاء عيد الاضحى للعام هذا دونك تابعوني باش نعرفوا كيفاش كانت اجابه التوانسه لي جو سوي كونتر لي لازمنا نفرحوا بالعيد باش نزيدوا نلغيوه باش نزيدوا غمه على غمه خلينا فرحانين على قلاجاتنا حاجه باش نجموا هكا نفرحوا حتى الصغيرات اللي دايرين بينا نحاولوا جوس اللي في الدار نعملوا جو نتاع العيد نتاعنا باش نجموا ننسيو شويه نفرحوا شويه خاطر سي ديجا وضع البلاد يأزم والله باش نقول لك احنا عندنا العيد الكبير حاجه مقدسه معناها ما نجموش نستغنيو عليه اما كل واحد هكا يحترم معناها البروتوكول سانيتير يذبح في داره او كان مقدوره يذبح وحده وكاو نتصور كان الناس الكل كي باش تقعد في ديارها معناها ما فماش مضره وكل فهمت اما وين تقعد المشكله في كل شريين العليل وشو القضيه نتاع العيد وكله كل السويق معناها العبيد تونس كامله باش تهبط تقضي فهمت دونك الحقيقه معناها كي تجي تخمم فيها قول ما يصيرش وكا هاو فهمت بوغ انه نلغيو عيد الاضحى خاطر نتصور باش يصيروا برشا تجمعات العباد الكل باش تخرج تقضي مش وقته جمله خاطر حال البلاد ديجا ياسف على الاخر دونك ضحي وميصيرش العام هذايا كيما كنت اسمع يا يوسف هذه كانت اجابه التوانسه وتو ماذا بيا كان نعرف رايك انت واخواتي العزيز الغاليين وفي المواضيع اللي كيما هذه ديما الكلمه كلمه الكبير دونك خويا العروسي لك الكلمه ولك القرار شكرا جيبوعة في ميكرو جيبوعة فلوس اي خونا الكبير ماني عارف اي مخلصها قالت له لك الكلمه لك الكلمه لك الكلمه خويا لدي الكلمه بلقيت تعبت ولا تعبت بلقيتش انا خويا جو سوي كونتر راهو عيد الكبير عيد كبير بصراحه مي ما غيرك الحظبات ومن غير معناتها تجمعات كل واحد يذبح مكتب من ربي ولا يشري الحي معناتها اللي ما عندوش باش يشري اما نتصور النساء يسون بوغ على خاطرك الخوذه هذه الحوسه صحيح الحوسه نتاع العيد يقول لك فك علينا وانت يا عرعود ما هي الدعوات علاش جيت قال لك باش نتبرعوا بهم لمجابهه فيروس كورونا انا كونتر الحقيقه علاش كونتر على خاطر هذه حاجه من العادات وحاجه من الشعائر اللي احنا قاعدين نتبعوا فيها كل عام وفكل واحد بالنسبه لي انا الحقيقه هو حر تحب تتبرع بفلوسك معناها انت حر في اختياراتك ولكن بالطبيعه ما نفرضوش راينا على المجتمع انا كونتر انه يتم الغاء العيد بالطبيعه وفقط كما قال معناها دوبلكشي جست حاولوا ما تتجمعوش برشا اوكي كل واحد يعيد على روحه في داره وما يسالش على غالب نهنيو بعضنا سناب بالتليفون وما غير ما نمشيو نزوروا بعض اي هو راهو الارقام اللي نشوفوا فيها على الكورونا زاده تخوف برشا اخويا علي ودوبلكشي الحقيقه راهو نحكيو على 8000 كا كل يوم راهو 8000 كا على جمهوريه فيها 12 مليون فما 12 مليون تونسي فما 8000 كا كل يوم رانا في دي ركور كبار كبار برشا الغاء عيد الاضحى لانه ليه على الاخر زاده لانه فما برشا حاجات لازمها تتلغى وبرشا حاجات لازمها وما لغيناهاش صحيت وما لغيناهاش وبرشا حاجات اخرى نجموا نلمدوا بها الفلوس بخلاف عيد الاضحى وما عملناهاش دونك علاش كل مره انا مره عملت تصريح ووقتها لهنا وقلت علاش كل مره ديما نمشيو في الدين ديريكت علاش هاو مساجد هاو مساجد هاو عليها هاو عيد الاضحى هاو درشني علاش هذه عاده يشيخوا عليها العبيد
توا الناس لازمها تكون زادة واعية في ديارها، معناتها ما غير ما تتلم داك العيلة الكبيرة والحوسة الكبيرة وكل شيء من ديارها العبيد تعيد، وإن شاء الله سلامات للناس الكل. دونك انتوما زادت نجموا تجاوبوا على السونداج هذي، نعاود السؤال متاع السونداج، انت مع أو ضد الدعوات لإلغاء عيد الأضحى؟ تجاوبوا على السونداج على الباج فيسبوك إي إف إم، ترقاو السونداج غاديك، ولا على الانستغرام متاع إي إف إم كيف كيف في ستوري ترقى السونداج. تفضل باب تحب تخرج تفضل بابا. ما هو خنقول للمستمعين شنية علاش طلبتك بوغنج البرح، قلت لك يا بحريك يبدأ أخوك دوبليكشي يخدم، رم تنسيش ولدي يخدم الصباح من السات ناف، عنده لمجة لازم يمشي يا أخويا سامحنا مش ناكل لمجة، نحن غالطين معاك. تفضل سامحنا. تفضل أخويا برا يمشي كامل حضرنا ميديا ماج، من بعد شوية ترقوها ما علي عرعودة، ما تو نمشي والحرك بدنك. حرك بدنك. اي تقول ميليتير مش جينجل. اي حرك بدنك. اعطينا اخويا كيفاش نحيو كيلو في النهار. ايفكتيمون باهي سيدي يا جماعه، ما تبداوش تكتبوا من تو لي كومونتير، ما تبداوش تسبوا من تو لي كومونتير، اسمعوني حتى كشي للاخر ومن بعديك تنجموا تعطيونا رايكم. غريبه الشهره هذيك. اي لازمك تتحمل النقد والانتقاد. لا شكرا على النقد والانتقاد. باهي سيدي اليوم حضرت لكم فيديو، قبل ما نحكيوا على الفيديو كل شيء كيفاش نجموا نطيحوا كيلو في النهار. راهو عبد ما ياكلش يطيح كيلو، باش نكونوا واضحين من الاول، معناتها فماش اكزرسيسات. راهو ما تاكلش طيح كيلو، ما تشرب شويه ماء طيح كيلو، توزن روحك الصباح على الخواء ومن بعد توزن روحك في الليل تلقى روحك زدت كيلو. دونك الكيلو اللي نحكيوا عليه راهو حكايه فارغه، خاطر احنا ما حكيناش على كيلو غريس. علاش ما حكيناش على كيلو غريس يا خويا؟ صحري الخاطر كيلو غريس باش نحيه يلزمك 9000 كيلو كالوري في النهار. الله. اللي هو امبوسيبل، ما عرفناش نوصلوا لهم باش ما تطيحهم، معناتها اللي هو امبوسيبل. هلا هما تضرب الحمامات على ساقيك، امبوسيبل ما تنجمش، ما الصباح لليل تبدا تجري هكا طايح الكيلو في النهار غريس نحكيها. مي باغ كونتر كيلو في النهار ينجمو طيح. واحنا كيفاش باش نعملو فايد؟ باش نعاونوكم كيفاش طايحوا الكيلو هذا، مي فايده مش في نهار برك، راهو فايده لبرشا ايامات. لي زيكزارسيس اللي حضرناهم لكم اليوم هما دي زيكزارسيس نتاع هيت، معناتها هاي انترفال انتنسيتي ترينينغ. كيفاش باش نخدموها لي زيكزارسيس هذوما؟ حضرت لكم 5 اكزارسيس، كل اكزارسيس باش نخدمو 30 سكوند. ركزوا معايا بالكدا 30 سكوند ونرتاحوا 15 سكوند، وفي ال 15 سكوند هذيك اللي احنا مرتاحين فيها رانا ماناش نقعد واقفين، نقعدوا جوست نتحركوا في سور بلاص، ونديري نعملوا في فوتينغ صغرون، معناتها تتسمى ريكوبيراسيون اكتيف. نعاود نفسر لكم 30 سكوند دو ايفور فيزيك انتنس، معناتها كي نقول انتنس راهو معناتها كي نقول لك انا بعد ما كملت الاكزارسيس قداش تعطي روحك نوت من 0 على 10، تقول لي راني عطيت روحي نوت 8 8.5. مي تعمل في ريجيم اغزروا لها مي طيحت كيلو اللي حطوا الكاميرا على على مي وين الريجيم؟ ما فهمتش انا علاش، معناتها خسرت الوقت، خسرت الوقت والفلوس. Donc 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. On a une phase avec 15 secondes de récupération. Il faut être actif. Maintenant, on est en fibrillation. Font mes 5 exercices. On a deux, 3 tours. Je mets 3 tours. Donc 30 secondes pour l'exercice, 15 secondes de récupération active. On a deux les 5 exercices, 3 tours. Ok, on connaît. Redmena vraiment, redmena intense. On dit, Raouch, maintenant, on dit, Rani, redmena intense. Maintenant, on dit, Khouya Bahri, قداش تعطي روحك نوت من 0 ل 10 بعد ما كملت الاكزرسيس؟ قولي راني تعبت، تعطي روحي 8.5 9 ايفكتيفمون بين 8 و 9. دونك وقتها معناتها راك خدمت بالكدا وراك تعبت. دونك لي زيكزرسيس هذوما كي بعد ما نكملهم وجربوهم، راه بالحق قبل ما تبداو تعطيو معناتها النقد ولا الانتقاد نتاعكم جربوا، ميسالش ماناش خاسرين حتى شيء، وزنوا رواحكم وبعديك قولوا لي شنو هي قولكم. تويكا الجزء الثاني نتاع البارتي اللي هي شنو هي علاقه النوم سيدي، شنو هي علاقه النوم باش انا النقص في الكيلو هذا؟ فما 3 اكس تري امبورطون اليوم شنو؟ لاكس الاولاني هي الاكتيفيتي فيزيك بيان سور، لاكس الثاني هو الريجيم كيما اختنا مي نوتريسيون. دونك لازمنا نكونوا ناكلوا نعرفوا شنو ناكلوا، ناكلوا ماكله ايكيليبري. وراهو قلنا باش نفسر لكم معناتها بلغتنا العامه، هو راهو ميزان الفلوس اللي تدخلهم في النار اللي هما لي كالوري اللي تدخلهم، والفلوس اللي تخرجهم في النار هما لي كالوري اللي تخرجهم. في كل نهار البدن يعمل حسبه، الكونتابلي نتاعنا هو اللي بدن يعمل حسبه، يقول لك خويا اسكو خاسر ولا رابح، ولا اسكو امورنا مشات مريقله. دونك هذا هو غروسو مودو الريجيم، معناتها لازمنا ناخذوا بعين الاعتبار قداش لازمنا ناكلوا من كالوري، مش شنو لازمنا ناكلوا. وبعديك ندخلوا في الكونتيتي، معناتها مش لازمنا زاد ناكلوا نيمبورت كوا داكوردو. الحاجه الثالثه اللي اهم حاجه هي انه على خاطر لازمنا ساينتيفيكمون معناتها يزمنا نرقدوا ماكسيموم نص الليل، ونرقدوا 7 سوايع ونص والا 8 سوايع كل ليله. فما عباد مالوغوزمون بخدمتهم
بحكم معناتها نمومه تويكا جاي سيف كانوا يقراو بيتيتخ ولا لي جون سورتو يقول لك انا مش نسهر الليل ومن بعديك وين نصبح تريقد وين نصبحت ما يقلقنيش فهمتني واني قاعد نعمل في 8 سوايع نوم مانيش قاعد نضعف نقول لك راك غلط راهو معناتها هذاك بدنا يلزمنا نرقدوا من نص الليل حتى ل 8 ارقد معناتها ما تفوتش نص الليل يعني نورمالمون ما تفوتش نص الليل تقوم 8 نتاع الصباح ولا تقوم 7 ليسونسييل 7 سوايع ونص بين 7 سوايع و 8 سوايع نوم كل نهار في الوقت هذا كونفينمون كل شيء 8 نتاع الليل دونك لعبيت نجم تعمر معناتها نومها قبل نص الليل ولا مع نص الليل بالضبط لانه ما فما ما عندك مطعم ايفكتيمون 8 في الدار يعطيك الساعه 8 في الدار راك عندك باش تلقى الوقت باش تتعشى باش تحكي مع العائله شويه باش تلعب شويه بلاي كيما خويا بحري فابني كان خليته مرته صح عليك اي كمل كمل دونك تلقى روحك نص الليل وقت النوم نتاعنا دونك عاود عمر بدنك على انك ترقد نص الليل وتقوم الصباح دونك هذوما ثلاثه حاجات يخليونا ان نقصوا في الميزان وباللي زيكزارسيس اللي عطيهم لكم مع النصيحه نتاع النوم تنجم تنقص حتى كشي كيلو في النهار كيلو في النهار قال لكم دالي تبين كوتش كاوتشو دوبلكشي قال لكم كيلو في النهار تنجموا ترقاو الفيديو على اي اف ام تي في شكرا ليك خويا دالي شكرا. ان شاء الله يتبعوا نصائحك ان شاء الله ان شاء الله خويا كيلو في النهار كما قال دالي ترقاو الفيديو على اي اف ام تي في ولا تنجموا زاد تتبعوه على الانستغرام تاعو dali.tabin لانه عنده برشا نصائح وبرشا فيديوهات على الانستغرام تاعو. بعد الفاصل باش نحكيو على كوجينتكم كوجينتكم تعطيونا لي روسيت نتاعكم استيوس من بعد شويه مع لوفا باش تعطينا كيفاش نجمبو النموس خويا دالي ومن بعد الفاصل بالضبط بالضبط نمشيو مع اختنا سهسوها في بوان مارشي نمشيو فاصل وهنا راجعين 9:28 دقيقة على اي اف ام احلى راديو انتم تسمعوا في ولد المدام معايا اخويا دوبلكشي واخويا عرعود اللي مشي يحضر في ميديا ماج اللي بعد شوية باش يجي يحكي لنا على اخبار الميديا في تونس ما قبل نمشي والبوان مارشي سهسوها بونجور شنو حوالك يا سهسوها مانيش لاباس علاش فم على خاطر بتشكي بالفرماشي اللي بعثي البافيت اي اكبر من وجهك البافيت ظاهرة اما فما اكبر من وجهك ليه نسمى غطيت اشوفوا شوفوا العبيد نشوف فينا على اي فهمت بي تشوف البافيت مكبرها معناتها غطية زي اللي تحمي لك وجهك عندها الحق خاطر هي تحمي لك وجهك لازم تغطي وجهك الكل أكثر من هكا دمع ما أربط اللاستيك أعمل لك الدورة متاع اللاستيك وحط في 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 وذ هي المشكلة مين ساكيكة عرضالي فرحة بيا هي يخي عملت هي تدخل في الراج بس فهمتك شكرا شكرا على الاستيوس نتاع البافيت ميرسي ربي يفضلك جست نذكر العبيد اللي تسمع فينا رانا احنا تو في بوان مارشي نورمالمون تعطينا سوي من الخضره والغله قاعده تحكي لنا على البافيت تحيه للفارماسيان اما من الاول نقدتها نتغشى على الفارماسيان بعد تحيه للفارماسيان تاع صح نتغشى هي هديه تحط عليا اكثر بيسكو نمشي برشا مارشيات وكل دونك دونك فاني صدقتها بلاي حاجه بلاي بلاي حطوني بحظة ساسو ساسو ترف سوريا مذكرك في شيء شكون هذه سورية الخطبه اوبا اي بابا ذكرهم ونكد عليهم دلل نسيبو صحيح تاريخ لا يرحم خسر فلوسه على نسيبه وصلح الجيبوعة تليفونها وقتها وصلح الجيبوعة تليفونها وشيخنا وفي الاخر ما في شيء طلع ما فهم حتى شيء طلع ما فهم حتى شيء والله يا مسخلعنا يا مدللة يلا فانا مرشيت اليوم هستكنا وبستكنا يا ريس والله احنا مازلنا تيجينا توا 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 على خاطر فهم اكسيدون علاش تعطلنا شوية في الأكسيدون وين؟ دونك والله أكسيدون في بومهل سيسر ويحكم في الطريق سيسر ويحكم في الطريق العباد اللي تسكن في بومهل وفي الجهة ذيك تفضل احنا كما قاعدين نشوفوا في مارسي مورنيتا ونكتشفوا مع بعضنا الأسبوعين الكل دونك اليوم عندنا اللحم على 27 دينار بالنسبة للمرقيز قديش؟ 27 والكبدة والكل
الكبده وصلت ب 38 وزيتونة ما عرفتش زيتونة قديش؟ 10 لتر لتر 10 لتر بالنسبه للزيتونة لتر زيت زيتونة ب 10 لتر لتر زيت زيتونة ب 10 لتر معروفة عاد بورنيك زيت زيتونة وبالخضرة الفريشكة باش نمشي ونعمل طلة على الخضرة وكل انا اللي لاحظت يا جماعة هو ما فهمش ما فهمش شن مكتوبة وفما برشا اكتظاظ يا أمي فما برشا اكتظاظ بالله نوصيو العباد اللي في مورنيك واللي في مرشي مورنيك وتسمع فينا بالليل بافيت ولا والتبيعة الحقيقة رانا في وضعية خايبة شوية دونك العباد الكل لازم تحترم ولازم تتحمل المسؤولية دونك عنا البطاطا ب 14 جنيه الفلفل الحار بلشي الطماطم نلقاو ب 8 جنيه كما قلت لكم ليا الناس هذيا فرصتكم يا جماعه للناس اللي تحب تعمل سلطه من شويه الفلفل تاعها السوم والطماطم تاعها السوم نتاعها نلقاو البطاطا من هنا على 12 جنيه الفلفل الحلو 2400 هما لهنا بحيث يوسف الناس الكل تبيع كيف دونك لو كان تستناو معنا شوية في جزر التاكسيدون اللي احنا تعطلنا فيه يا جماعة مش مشكل خذ ما خديتلكمش ما خديتلكمش الاسوان خذ وقتك على خاطر الاسوان ماهيش مفتوحة اي مشكلة هذيا راهو الاسوان ماهيش مكتوبة معنا مشكلة هي البلدية وهذا اللي عطلنا هذا اللي عطلنا معناتها ليه ولازم رقابة معناتها في الأسوام الإنسان اللي ما يحطش الأسوام ينجم يبيع قد ما يحب معناتها صحيح ساعات تمشي لشكون يقول لك ليه ما نحبش مش على كيف هذا راهو قانون معناتها قانون هذا مش على كيف ولازم يحط الأسوام كل واحد حر في روحه دونك عن ما خسرت علي شيء يا راه مترجعهاش الثاني يا راه كل واحد حر في روحه يا سهسوها مش كل واحد حر في روحه الاسوام لازمها تتحط للعبيد مش هو حر معناتها لازم تتحط للعبيد الاسوام هذيا فهمت في المرش اي انا بوغ ايديتي المشاكل وكل دونك مش ما يطردوهاش من المرش مش هكيكا مش هكيكا دونك انا ما شاء الله ولو يعرفوني في المرشيات كل معناتها فهمت معروف ولو اصحابي دونك يعرفوني اللي انا باش نجي معناتها تعرفني كنتي باش نجي انا باش نجي حط الاسوان وي كان راك معاش حط الاسوان دونك ما عادش طول انا باش نجي حط الاسوان دونك ما غاش السنه ونتعدى بس لو كنت تعمل مزيه تعطيني الاسوان نتاع الجيش بالنسبة اليوم قداش كيلو دجاج؟ قداش تبيعوا في الدجاج يا دمار؟ عنا 7400 بالنسبة لكيلو دجاج بالنسبة للفخاذ قداش؟ لفخاذ قداش؟ لفخاذ لفخاذ أسفين قداش؟ 8.4 وبالنسبة للسكالوب عنا 15.500 الكبدة 3900 بالنسبة للناس اللي تحب الجوانح وكل على 3200 الكبدة ب 3000 يا ساسوا ساسوا الكبدة ب 3000 ليه ب 12 دينار 12 دينار 12 دينار حقيقة يوسف ما فهمش الاسوي هي الحقيقة الحقيقة ماهوش معقول شوية. ما تغشش ما تغشش برافو ما فهمش الاسوي جملة معناتها انت حتى شيء انت حتى شيء لا خضرة لا غلا لا حتى شيء دونك هكا يا جماعه شوف مش المهم هانا خذينا شويه اسوام اما مش المشكله معانا نحنا لازم نرقاو الاسوام المشكله اللي الاسوام لازمها تتحط للمواطن كي يجي يشري راهو معناتها كي ما تتحطش الاسوام يعني للخضار ولا اللي يبيع في الغله راهو ينجم يبيع باي سوم وهذا ماهوش معقول دونك لرئاسه بلديه مورنيك امشيو شوفوا المرشي نتاعكم راهو ما فماش اسوام فيه وحاجه ذي ماهيش معقوله حتى على المرج ما تصور يجيوك خمسه من الناس بالله هذه بقداش هذه بقداش هذه بقداش معناتها ينجم يبيع بسوم اللي كنتي دالي بسوم ويبيع العرعود بسوم وهذا ماهوش معقول شكرا ليك سهسوها ميرسي بوكو عايشكم ان شاء الله نتقابلوا غدوه باي باي سهسوها هذا كان بوان مارشي مع احلام جلاسي في بوان مارشي في مارشي مورنيك الحقيقه نعاود النداء الى بلديه مورنيك راه ما فماش الاسوام في المارشي وهذا ماهوش معقول معناتها الاسوام ماهمش افيشي وهذا ماهوش معقول للمواطن العادي اللي يشري نحن راو ابريتوها ونسألو
على الأسوام. والمشكلة مش مع إيه فيم، معناتها باش تجي تاخذ الأسوام، مشكلة مع المواطن العادي اللي باش يمشي ياخذ الأسوام. يلا نمشيو توا من المارشي باش نمشيو للكوجينة، كوجينتنا كانت معنا نحن مع درسوف كي كنا ناكلو، يجي طبق لهنا وكل شيء. يا حسرة ما تبكيوش الأولاد، ما تبكيوش، خاطر اليوم معنا مستمع بين قوسين. اليوم معنا مستمع صافي بن خليفة، تعطينا الروسيت والدبارة الدبارة متاع اليوم في سلطة الطاجين في كوجينتكم. كوجينتكم صافي، صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. يعيشك. منين تسمع في منين تسمع فين؟ انا في تونس في المناء. اي مرحبا. مرحبا. يعيشك. اي مدام صافي باش تعمل لنا سلطة الطاجين هكا مو أوبرجين. أوبرجين. مكتوبة بالغلط، مكتوبة أنا نقرأ فيها بالغلط، سامح. هي بتنجي. ليه غزرت لي، غزرت لي المعدة، ليه غزرت لي المعدة متاع شنية؟ ليه وكيف هي؟ هكذا كنت بتبصى راسها طلعت فجأة. تاجين، بتنجين نقرأ فيها تاجين. الله غلط. إيه تقرأ فيها بتجيرين. صباح، صباح، ما شربت قهوتي. مش مشكلة. مرحبا بك مدام صافية، تكلم فينا من المنار. كان تعطينا الروسيت نتاعك نتاع اليوم. بينات لي زانغريديون تاعها. اي اعطينا لي زانغريديون بعد كيفاش تحضر. داكو. بين شنو تحقوا؟ زيت، ما نعرفش اختياري، معناها زيت زيتون ولا زيت الاخر. بصل، ثوم، بيتنجان بالطبيعة، سلغي، كلافس، شويه هريسه عربي، شويه خل، كبار وتن. الله الله. بي باش نحط شويه زيت يدخل، نقطو بصله صغيره، نقصوها جويده، نخليوها تتقلى شويه، بعد نزيدوها 4 سنينات ثوم، ونقصوا لوبرجين مرسويت هكا صغرونين، مربعات صغار. هي بعد ما يذبل لوبرجين بالكدي معناها تخف كتاب، نحطوا الكلاف بزيد كلاف ترا، ساعات نسحقتها كامله معناها نحطها. انت والكبر نتاع البيتنجان اذا كان كبيره البيتنجان نحطوا واحده كامله كلاف. بعد ما تذبل الكلاف نزيدوا الهريسه العربي. وكي نطفيو، بعد ما حطينا الهريسه العربي نطفيو ونحطوا رشه خل ونحطوا الكبار ونزينوا بالتن. الله وراي بنينا بنينا. سهلة مالة دي. نحكي لكش على حالة الأولاد لهنا يا مدام صافي. ربي يهديك يا مدام صافي. باش يبكيو معناتها. أنت مستمعة وفية مدام صافي، تعرف اللي كانت درساف في كوجينتنا تجيب لنا الماكلة لهنا. أي ما عندي حتى مشكل، نجم نجيب لها لكم من غدوة سلطة يديرة. ربي والدي. ربي فضلك. تعرف اللي أمنا سافرت مشيت وخلتنا. وجوج أمنا سافرت لا فما لا ماكلة لا حتى شيء نحكي لك. شيح لهنا. والله. تعرف انا افيت ردي جيت لي تريتور ران هكا هاو مالاش تولي ديما طيب لنا. تولي ديما طيب لنا. شكرا ليك مدام صافي. مدام صافي من المنار عملت لنا سلطه. نطلب منك حاجه. بيان سور. مرحبا. مرحبا. بربي يحطوا لي اغنيه كاظم الساهر، نحب اختي تسمعها. للاسف ما نجموش نحطوا كاظم الساهر لانه نحن خاطر على اي اف ام برمجه 100% تونسيه في الصيفيه هذيا. كان عندك اغنيه تونسيه قول لنا تو نحطوا لك اغنيه تونسيه. تنسيه صبر بيعي. صبر بيعي على خاطرك نحطهم بعد العشرة نحطوا صبر بيعي. شكرا لك. نهارك زين مدام صافي من المنار، عملت لنا سلطة بتنجين. شقولكم الأولاد دمع دالي. والله لا والله أخطب لف... سهلة مهلة ما في حد شيء، ما تاخوش برشا وقت، ما احلاها ونتصور انا نشم في الريحه من هنا. اي وهي تريتو في المنار. والحاجه الوحيده اللي تتماشى مع الريجيم تاعي ما نجمتش ناكل. اي بيان سي. اي لا انت لا مي. اي لا انا لا مي. الله غالب. تصور الريجيم يتيح في الماء معناتها. اي مقلقكم الناموس الايامات شوي شوي يقدم يعذب الناموس ولا الديناصور مش الناموس سلاح ابيض يدغر يدغر الناموس. جست نذكر العباد اللي تنجموا تبعثوا لي الروسيت نتاعكم على الواتساب 58 550 688 ونكلموكم تحكي لنا الروسيت نتاعكم كيما مدام صافي. اون بارلون دو ناموس، حكيت لكم على الناموس كيفاش يعذب. اون بارلون دو ناموس. لا دو ناموس. دو ناموس. هكا توا تجي تجي فرونس بيان راني. لا لا توري في فرونس بيان لا توري في. اون بارلون دو ناموس نمشيو في استوس. استوس
اسمع الجينجوليت والدنيا فزيت. اي اي لوفا مدلة روح مدلة روح. لا والله خاتني هذي ما مي 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 ربي فضل ربي فضل صح ليه هي ليه هي بكل شيء. الو كيما قال صباح النور صباح النور صباح الخير صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي يسمعوا فينا وانتم هسيدا بيان سور رحب بكم. دونك انت ما قلقكش ناموس هو ناموس هو ناموس لا الحقيقه ليامات الويله نتاع الصيف كان عندنا برشا في البلاصه نسكن فيها توا حسيت نقص هما جوستو ما مستكار اللي عملتهم بعد ما فلتوا البيريود ما داويو شما المده الاخرانيه كم عملوا دوره يظل يداويو شويه ولو كارو من قبل. احنا اليوم جوستو كم الصيف يجي معاه الناموس والقلق نتاع الناموس الكبار والصغار كما قال سحري يقدم مش ديناصورات فوالا ما يقرصش بركه. دونك احنا باش نحاولوا نعطيو طرق مع طبيعيه باش نستعملوا اعشاب وحاجه طبيعيه باش نبعدوا الناموس. بيان سور فما عباد تحب تستعمل الفشفشه ولا الكلمكينات اللي تحطوا في البريز وكل فوالا مي احنا اليوم باش نختاروا حاجات طبيعيه. دونك اول حاجه طريقه اللي باش نبداو بها باش ناخذوا قارص اخضر دونك اللي ينجم يتابع معنا كيف كيف على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ناخذوا دونك كعبات قارص اخضر دو بريفيرونس كما فماش القارص الاخضر نجم ناخذ اصفر دونك نقص على اثنين ونرشق كل شطر من القارص بكعبات عود قرنفل. دونك الناموس يتقلق من ريحه عود القرنفل دونك ونحط في البيت مثلا نعمل صحن ونحط شطر قارصه بحذايا نحط في برشا بلايص هكيكا دونك ريحه العود القرنفل هذيك تبعد الناموس. هذه الحاجه الاولى دونك سورتو كيف يبدا عندنا صغار ولا بيبيات باش ما نستعملو لهمش لي انسكتيسيد ولي برودوي شيميك دو بريفيرونس نختاروا حاجه ناتوريل. دونك هذه اول طريقه. عندنا زيد لي بلانت طبيعيه دونك نجم نحط كو سوا كان عندي جنينه دونك باش نزرع في جنينه سينو دي بو محطوطين على حرف الشبابك وفي البالكون وكل باش ما نخليش الناموس يدخل. عندنا الحبق دونك معروف الحبق معروف النعناع فما الكليل زيده ماش كنذكر قبل ديار جينيرالمون الكل قبل كانوا يبدا في الجنينه فما الكليل وفما زيده البوغانفيليي وفما الجيرانيوم. دونك الجيرانيوم هذيك باس هذيك زيده تبعد الناموس دونك والحبق النعناع زيده كيف كيف يبعد الناموس. ولا ستوز زيدا الاخرى اللي مثلا سوبوزون قرصتك كوميم ناموسه فوالا هذاك باش نسلك كان كانت واحد تقرص صحيح دونك عندك الحبق ولا نعناع تاخذ الاوراق وتغفصها وتحك بها البلاصه نتاع الناموسه دونك تبرد البلاصه وما تخليهاش دونك تحمر ساعات كيما قلت انت الناموس الكبير هذايا تعمل تنفط كاريمون وتعمل رياكسيون دونك باش ما تعملناش الرياكسيون هذايا يبرد وموا الحبق وال والنعناع. عندنا زيد طريقه واحده اخرى الكالاتوس ناخذ اوراق الكالاتوس دونك ناخذ 300 غرام اوراق كالاتوس نغليوهم في ايترامي خليهم يغليو مده 50 دقيقه بعد ما يبرد نعبيوه في دابوزه دو بريفيرونس تكون دابوزه باللار وتبدا فيها فشفشه ونفشفشو بها هي دونك في عود ما باش ناخذ انسكتيسيد. معناها حاجه اخرى زيده الخل. الخل ريحته قويه شويه دونك هو زيده ريحه الخل تبعد الناموس دونك حاجه تري تري سامبل ناخذ كيس ونعبيه بالخل ونحطوه بحذايا نجم نعمل دونك برشا كيسين ونخليهم في برشا بلايص دونك معبين بالخل والا فما غوسيت نستعملها. بون الغوسيت هذيا نتاع الخل لازمها تحضر قبل بمده باش نجم نستعملها دونك ناخذ ايترا خل ونعمل عليها زوز مغارف كبار اعشاب دونك دي بلانت شايحه كو سوسوا زعتر ولا حبق ولا لافوند دونك خزيمه نعناع ونحط زوز كعبات عود قرنفل دونك ونخليهم تقعد هذيك البريباراسيون ال انفوز معناها لمده جمعتين ولا حتى ثلاثه دونك هذه لازم تحضر على بكري. اون فوا خليناها هكاكا ناخذوها كالبريباراسيون تاعنا نصفيوها نحيو لي بلونت هذوك الشايحين الكل ونحطوها كيف كيف في دبوزه ونفشفشو بها وقت اللي حاجتنا ونجمو زيده نخفوها بالماء باسكو خل كوميم قوي باش نفشفشو بها على الحمنه نجمو نعملو بها ديريكتومون دونك على الحمنه باش ما يقربناش الناموس كيف كيف. دونك زيده عنا البلونت معروفه زيده اللي هي السيترونيل. السيترونيل هذه زيده يستعملوها كسوسوا تتغرس في الجنينه ولا نجم ناخذ زيده تتباع في لي فارماسي ولا لي بارا فارماسي ويل اسونسييل دو سيترونيل. دونك هذيك ناخذ قطنه
ونعبيها بالسيترونيل ونخليها في صحن كيف كيف ريحة السيترونيل تبعد الناموس. نجم زيدا الويل إسانسيال دو لافاند نستعملها كيف كيف، نعملها كيكا قطنا ونحط ويل إسانسيال دو لافاند تبعد لي الناموس. هذوما دونك الطرق الطبيعية الكل اللي نجم نستعملها. شكرا لي. باكونتر فما حاجة اللي فريمون ليكستريم كومبليتمون اللي هي موجودة توا بون ماهيش ناتوريل بالكل، جربوها وقولوا لنا نتوما. فما دي ابليكاسيون في لي سمارت فون موجودين. لا اسمع فوالا ابليكاسيون انتي موستيك، فما دي ابليكاسيون يبعدوا ابليكاسيون فما اللي بالالتراسون بالصوت دونك دي زوند معناها دي فريكونس يخرجوا من التليفون الحس نتاعهم يقلق الناموس دونك يبعد الناموس. اما انت ما تسمعهم فوالا. وفما لي ابليكاسيون لي باللوميير اكل لوميير بلو كيما الماكينات اللي تحطو في البريز هذيك تحط اللوميير هذيك في التليفون في الابليكاسيون فوالا. اما هي مش فوالا مش باش تعمل تشيك هذيك في التليفون دونك هذا هما لي ميثود. بون احنا ماذا بينا نقعدوا في الناتوريل الالتراسون مش باهي زاده للعباد وللصغار ولو ما فما عباد يقولوا افيكاس فما كون يقول مش افيكاس مش باهي للصغار. خلينا في لي ميثود ناتوريل هكا عندنا برشا افكار حاجات طبيعيه نجمو نستعملوها وبعدو بها الناموس وان شاء الله يخلينا نرتاحوا. واش عرفت علاش كنت وصينا خليت الفا لنا خاطر وليداتي قدام عينيك استوديو على الناموس على حاجه ماهيش غلط بالله بصراحه والله يعطيك صحه على حكايه الناموس اما حاجه ضحكتني على الاخر بالله يمين هكا التصويره نتاع القارصه اللي في وسط الواحد ما تفكركش بك الجولي عندك العواد هذوك ومن فوق تحط عم بيهم شكلك هكا تبدا هكا واحده بالحق بالحق. شكرا لك دالي على التدخل الرشيق هذا ميرسي لوفا ميرسي بوكو محليك عندك بون مين وكل شيء تجيب لنا هكا ديز استوس مزيان على الاخر تنجموا تعاودوا تتفرجوا في الاستوس نتاع لوفا ترجعنا نهار الجمعه لانك انت معنا اثنين واربعه وجمعه ترجعنا نهار الجمعه باستوس جديده تنجموا تعاودوا تشوفوا الاستوس نتاعها على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. تو نمشيو الاخبار الميديا نتاع البارح ونتاع اليوم وشنية فما تسريحات جدد في ميديا ماج. ميديا ماج على اي فام. نبدأ مع النقابة الوطنية للصحفيين قريبا تلقيح الصحفيين هذه البارحة هبط وين قالوا تبعا للمراسلة اللي وجهتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى وزير الصحة طالبت فيها تمكين منظورها من اولوية التلقيح وهذه بطبيعة نظرا لوجودهم في الصفوف الامامية في مجابة الكورونا وخاصة الصحفيين الميدانيين. ومن بعد التنسيق بين النقابة وجهات المعنية في رئاسة الحكومة تم رسميا إدراج الصحفيين ضمن الفئة الثالثة اللي باش تتلقى التلقيح قريبا. وأعلمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظورها اللي قاموا بالتسجيل في القائمة عبر مؤسساتهم وإلا بصفة مباشرة عبر النقابة انه باش يتم الاتصال بهم قريبا عبر الإرساليات القصيرة باش يتم تحديد تاريخ تلقيهم للجرعات ومكان تلقيهم للجرعات. باهي برشا باهي برشا سورتو لي جورناليست دو تيران لي فوتوغراف جورناليست زادة ولا لي كاميرامان اللي يخرجوا للتيران ويصوروا الاحداث اللي تصير البرك سواء مظاهرات ولا تظاهرات في 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 تونس راه مهم برشا انهم يكونوا ملقحين. من بعد بالطبيعه الصحفيين اللي يخدموا في الاستوديوات وفي في اللوبن سبيس لهنا راهو قرابه قدين احنا من صحافي موجود فما برشا دونك اوبليجي يجيو يخدموا لانه يوصلوا المعلومه للعباد يوصلوا المعلومه للناس اللي تسمع فينا. دونك من اولويات التلقيح الصحفيين ومشكور النقابه اللي كل مره تضرب على الطاوله على الصحفيين نتاعها. ناخذ اكزامبل سهسوها معناتها كل يوم في مرشي كل يوم في بلاصه بصراحه سهسوها عندك قدور زيد الفوتوغراف نتاعنا فاطمه الكل هذوما لازم بتبيعه الاخبار وزوما اللي انا زاده في الراديوات الاخرين وتلفزيون الاخرين اللي 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 يخرجوا كل يوم. نحكيو البارحة على سمرة اللي تم بخرج معني حسب التدوينات وكان تدخلت زادة حتى والدة سمرة البارح هنا في تونس وقالت راهو ولدها سمحوني مش في تونس دخلت هنا في إيه في مالا غالب دوبلك شي من غادي يبعث لي في موجات فوق صوتية معني مع زميلنا رامي مع رامي العائلة رامي العائلة متاع البرنامج خلينا ما نتكلمش تنحكيو في آخر حلقة. والدة سمرة قالت انه ولدها ماهوش مدمن على المخدرات وانه
ما تم ترويجه حول إيقافه هو مرتبط بمسك مادة مخدرة لا أساس له من الصحة. وقالت راه بعد 8 أيام بشابط تونس وبرأت ولدي نحات الكلمات الكل مهر الهمامي نقيب الصحفيين نقيب الفنانين البارح. قال راه زيدا باش يكون باش يرجع هنا لتونس ولكن قاعدين يحاولوا. قالك كي اتصلنا حتى بالمستشارين تاع رئيس الجمهورية واليوم ما عادش يهز عليهم التليفون. التصريح هذاك قالوا في ستار تايم مع أمام العياري. كهو ان شاء الله يا ربي يرجع لنا في اقرب وقت. انا سمعت الجمعه الجايه يجي سمره 8 ايام يعني الجمعه الجايه يجي التصريح هذا اللي عملته مع زميلنا رامي في رميان القايل أرمي القايل مع زميلنا رامي اللي هو ولد البرنامج هذا زيد انديريكتومون. رامي عروقو ورامي الكلمه زاد رامي الكلمه وما عندوش علاقه بين جيراننا حتى طرف. نكمل نحكيكم على لبنان. تحية المي تحية فنجان إن شاء الله إن شاء الله ربي يهنيكم. نحكيه على لبنى الزديري اللي كنت حاضرة زيدا البارح هنا في إيافين في السارتين. حكيت على سيتكم إن شاء الله مبروك. تعرفوا لبنى عندها فترة غايبة. حكيت على العديد من المواضيع. حكيت على كيفاش قاعدة تعيش توا. حكيت على الوضع متاع الممثلين والفنانين كيفاش توا خاصة بعد الأزمة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوا فيها. وقالت أنا كفنانة قاعدة نعيش في أزمة اقتصادية كما الفنانين. كل حكيت على التلقيح. قالت برشا عبيد ما تنجمش تلقح بالفلوس وانا ضد انه باش يولي التلقيح بالفلوس والدوله راهي قادره باش تجيب تلقيح وهي مسؤوليتها. حكيت على بوها وحكيت على جندوبه وعلى برشا حاجات اخرى ولكن زاد من الحاجات الاخرى اللي حكيت عليهم هو سيت كوم ان شاء الله مبروك. وقت اللي تسالت هل باش يكون فما جزء ثاني ولا لا قالت راهو مبدئيا فما جزء ثاني من سيت كوم ان شاء الله مبروك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فما ان شاء الله مبروك شاء الله. في التليف سامباتي السيت كوم محليه. دونك الحاجه اخرى عروض حكيت على وضعيه الفنان. صحيح وضعيه الفنانين والممثلين صعيبه صعيبه برشا سورتو ماديا. راهو معناتها عبيد تعيش بالفن وكي تمشي تمثل تعمل راهو النهار معناتها التمثيل هذاك راهو يتفكتر لها معناتها وتعيش تعيش به. انا يعني الحاجه اللي ظهرت لي بيزار ياسر في تونس انه الانتاجات في العالم الكل كثروا وقت الكورونا. الناس كل خدمة العالم الكل راهو العالم الكل انجو حكايات. كان في بلادنا انتاجنا شويه هكا معناتها شويه تو لعبت في ديارها في عود ما نرفعوا عليها معناتها نعزلوا ممثلين ونعملوا لهم سيت كوميت ومسلسلات باش لعبت تتفرج وتعدي الوقت في الدار. ليه نعملوا في الاعادات ومن بعد نعطيكم فما اعادات في الوطن الاثني. نحكيو على تصريحات رانيا تومي زميلتنا توا اللي حاضره معنا في السيت ناف ككرونيكوس. قالت راهو كمل كوين المعد نتاع السيت ناف ونجي بكري الخمس تاع الصباح وابكي روحي شكرته البارح هاكا شكرته البارح والله انا كما شكرتنيش راه ما عديتوش صحيح بينا بدينا نفدلك بالطبيعة. رانيا تومي اللي قالت راه بديت نكتب في مسلسل درامي رومانسي ما خليتها لروحي خاطر العبيد باش تنتقدني ويقولي يقولوا انت شكون باش تكتب ما زلت ما كملتش كتبته. انا من قبل نكتب وحتى في النشرة الجوية راه نكتب وحدي. وقالت لي هي ترى روحها اكثر في التمثيل. حكيت زيدها على تجربة السيت ناف وقالت راه تجربة مهمة. وحكيت حتى على الزملاء امتاحة اللي حاضرين هنا معها في اي اف ام كل صباح. اي اي فيم كل صباح رانيا تومي التشكيله مزيانه برشا الترنونس ما بين فما معناتها فما نهار بنهار هما نهار بنهار ليكيب فما كيما اليوم كابتن خالد الحاج وكابتن خالد حسني وجهاد الشيرني. رانيا ديما تكون موجوده على الخمسه ايام وغدب باش يكون فما بديع بن جمعه اللي عرفناه برشا معنا في البين سبورتس وتو في كارتاج بلوس باش يكون حاضر نزار مرزوق وباش يكون حاضر زيد خليفه بن سالم. والله البارح سمعته كده انا الانترفيو مع امامي يعطي صحه. البارح رانيا بالحق خرجت الكوتي اللي العباد ما تعرفهاش خاطر سالتها قالت لها اسكو زين عنده دخل في التمثيل اللي تعمل فيه ولا اسكو يقبلوك على زين كل شيء. الاخي عطات ليكزامبل نتاع برشا فنانات فمعناتها مزيانات وكل شيء وهي قالت راه مش مزيان راهي عملت دي كاستين كيما الناس الكل فيهم اللي تقبلت فيهم فيهم اللي ما تقبلتش فيهم. دونك رانيا البارح شفنا فيها كل كوتي معناتها اللي احنا صحيت ايمان قالي بالحق معناتها حاجه باهيه برشا وتحيه لها. البرنامج اعداد امين ابو غنجه بيان سي تحيه لها ما زادتش تغش علينا طرد امينه تقول لها خرج علي.
يشكر في يومه ريت يشكر في يومه بو غنجة وميمة عياري اللي تسمعون في ستار تايم كل يوم من الخمسة للسبعة متاع العشية أنا كل يوم نسمع الاعداد في اي اف ام ملكوه عائلة بو غنجة عائلة بو غنجة ملكوه حتى ما يتبعتهم بالطبيعة ذاك عليك تعالوا نحكي لك بعديك كي نخرج للأخبار جوس نعطيكم اليوم أشفامة في التليفز حكينا على بديع بن جمعة وبين سبور على بين سبور واحد تتفرجوا اليوم في الدومي فينال الثانية في بديع بن جمعة في بين سبور ما عملت أقوى ترانزيسيون سمعتها مش قال كيفاش يجي غدو الصباح بين سبور 1-8 بتاع الليل دنمارك انجلتير دومي فينال الثانية البارح دومي فينال نار البارح ما بين إيطاليا وإسبانيا واكتشفنا جوارات إسبانيور صغار أما تبارك الله بمستقبل كبير للجوارات هذوما كيما بيدري حاجة معناتها مش نورمال تفرجت أنت دليل البارح وإيطاليا رجعت إيطاليا متاع قبل ميمسي شيختنا كورة إيطاليا في اللورو هذي أما البارح لعبوا تلين البارح لعبوا تلين دونك كيليني برافو لي كيليني كيليني عملوا لي كيما صراحه انا راني من محبي اسبانيا البارح كورت بالكدا بالحق سورتيران ورات برشا كورة برشا خدمة بين معناتها برشا دي جون قاعدة تخدم بالحق تبركلت عليهم أما إيطاليا بصراحة عرفتك اللي قال لك اليانا وين وي قوين البارح إيطاليا تورينا في الكورة اللي سنستنا بها إيطاليا سكوادرا زورا متاع الثمانينات والتسعينات الحاجة وكورة مزيانة برشا اليوم كيما قلت لكم دومي فينال الثانية دنمارك أنجلتير على بين سبور 1-8 متاع الليل سينو تفرجوا فيها على ام سي نجم زيد الماتش هذا يتفرجوا فيه على امسيس تلقاو زيد كيما قلت لكم باش نحكي لكم على اللي عادات تلقاو زيد الوطنيه 2 مسلسل عوده المنيار مع 11 نتاع الصباح تو معناتها من بعد كي نكملوا نحنا حطوا تنجموا تحطوا عوده المنيار 11 نتاع الصباح ولا مس ساعتين ونص يتعاود ولا يتعاود زيد 9 نتاع الليل فوتروا معناتها عوده المنيار صحيت هكا جيت قلت لك شنو معناها يتفرج في عوده المنيار ما يسمعوش هيج الحنيش مشاكل هذيا كيف تنجموا زيد تتابعوا مسلسل العهد على قناه حنبع من الاثنين للجمعة يتعدى 8:30 متاع الليل وعلى قناة نسمة مسلسل عثمان يتعدى 8:20 متاع الليل نتصور نحن الوليد تتفرجوا في دنمارك وانجلتير 8 متاع الليل اليوم ماتش سخون برشا والانجلتير زيادة اللي ترجع للتوب نيفو اللي سنستنا بيها قبل تعرف إيطاليا والانجلتير انت عرعود خاتك شوي الكرة لا دونك إيطاليا والانجلتير دو ناسيون دو فوتبول معناتها رجعوا توا في التوب نيفو نتاعهم توا 8 9 و58 دقيقه على اي اف ام احلى راديو نحن خليكم مع الميتي والاخبار ونرجعوا لكم في الساعه الثانيه